بالنسبة لكم انتم كمنتخبين ما تشوفوا بأن يدكم قصيرة في مواجهة الشركات تاع التنمية المحلية، لدرجة أن بعض المواطنين يقولوا انتخابات المقبلة ما نصوتوش على المنتخبين، مش نصوتوا على مدراء شركات التنمية المحلية، يعني بطريقة مباشرة بلا ما نبقوا نصدعوا رأسنا الانتخابات والمنتخبين. لا، بالنسبة لشركات التنمية المحلية فيها 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 ما يقال، ولكن هي آليات من آليات التدبير ديال الجماعه ديال مجلس المدينه، لان مجلس المدينه عندها اما تدير التدبير المباشر، اما التدبير عن طريق التدبير المفوض بحال ليداك وبحال شركه النظافه افيردا، وهذا وهناك تدبير اخر، آليه اخرى التي اثبتت النجاعه ديالها اللي هي ديال شركات التنمية المحلية. تنتكلموا هناك شركات التنمية المحلية التي يعني دارت واحد النجاح كبير، تنتكلموا على كازا بي ا، كازا ترونسبور، كازا ايفنتس في بعد هذا، ف غير كازا اميناجمو كان المشاريع المرصودة لهاد الشركة كانت كبر من الحجم ديال الشركة، وهذا اللي كاين سوء الحكامة في هاد المسألة ديال انتداب شركة كازا اميناجمو، لان كازا اميناجمو ولا 11 مليار هو البيدجي ديالها اللي هو ثلاث اضعاف البيدجي ديال الميزانيه ديال الجامعه ديال التربيطه. هنا كاين غير سوء ديال هذا ديال 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 الحكمه هو اللي كاين في هذه المساله، وما كانوش التفعيل ديال لجان التتبع، ولكن المكتب الحالي السيده الرئيسه يعني واقفين على هذه المساله على ان لابد من تفعيل جميع لجان ديال المراقبه وديال التتبع، وبيان سور الا كانوا لجان المراقبه والتتبع في هاد اللي في هاد الشركات غادي تيديروا هذا، تنظن ان هاد الشركه التنميه يعني غتمشي للمستوى اللي باغينو كاع البيضاوين والبيضاويات.